أقل من 48 ساعة ستكون فاصلة بين مشهدين. الأول ممكن أن نسمع به أغنية هلا بالخميس بعد حسم قضية رئيس الجمهورية، والثاني قد تقلب الونيس إلى تعيس وتضيع فرحة العريس. المهم اليوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن عن عقد جلسة رسمية الخميس القادم لحسم منصب رئيس الجمهورية هذا الأسبوع، بحيث التحضيرات بدأت من اليوم وراح يفرش مجلس النواب بالسجاد الأحمر لاستقبال المرشحين للمنصب، والكل يترقب جرس الدخول للقاعة قاعة المجلس حتى ندخل في سباق التصويت. لكن هل ستمضي كل الأمور كما يرغب التنسيقي وشركائه؟ لو المعادلات ممكن أن تتغير ولأسباب عدة، أولها تتعلق بسفرة أربيل أمس اللي ما حسمت الخلاف الكردي على المنصب ولا أفضى لنتائج مرضية بين الديمقراطي وإدارة الدولة، والكل يعرف بأن غياب الديمقراطي عن الجلسة قد يسحب معه النصاب إلى خبر كاذب. نائب السيادة مو بعيد عن خط الديمقراطي، ولا تقولوا لي أمس كان مع السيد الحبوسي كان مع الوفد واليوم هو من طلب بالجلسة، لأن يعني النائب عن الديمقراطي الكردستاني شياي تيمور كشف عن وجود ضغوط إطارية على رئاسة البرلمان لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بغض النظر عن توصل القوى الكردية إلى اتفاق على مرشح الرئاسة. أما ثاني المعرقلات فتتعلق بهدوء السيد الصدر اللي ما ندري متى ستهب عاصفة التيار لقلب المعادلات، خاصة واليوم أغلب الصفحات الصدرية غردت بعبارات يعني ممكن أن نحللها وملخصها هو ماكو جلسة حتى لو حشد لها المجتمعون. لكن الأهم من هذا، كيف سيذهب إدارة الدولة أو الإطار إلى الجلسة بلا مباركة السيد وفق سياسة الضغوط اللي المصادر قالت مو كل التنسيق راغب بتلك الجلسة ولا كلهم على قلب رجل واحد. نرجع ونسأل بعد أقل من 48 ساعة، هل سنسمع هلا بالخميس لو الونيس يصير كعيب؟